السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنعمل وصفه حلوه وبسيطه وجميله جدا. هنعمل النهارده كرواسون، بس ايه، شبه الدوناتس كده، تحفه جدا وهش وجميل وعجينه روعه. يلا بينا نبتدي. نقول بسم الله. هحتاج اول حاجه كوبايه حليب دافي 250 ملي، وربع كوبايه من السكر، معلقه ونص صغيرين من الخميره الفوريه، وهقلب المكونات دي مع بعضها. هضيف 2 بيضة بحرارة الغرفة، وهضيف معاها معلقة صغيرة فانيليا سواء سايلة أو بودرة، وقلبيهم. وهنبتدي بقى نحط الدقيق واحدة بواحدة. في الأول كده هحط 3 كوبايات من الدقيق، وهسيب إيه 3/4 كوباية على جنب، هضيف منهم بالتدريج. ضفت معاهم رشة ملح وربع معلقة صغيرة تكون مليانة شوية من البيكنج باودر، ونقعد نقلب بقى. 3/4 كوباية دي أنا هزود منها واحدة وواحدة بالتدريج، عايزة أتحكم في قوام العجينة، يعني ما خليهاش تنشف مني. فضيفي كده معلقة بمعلقة لحد ما العجينة تلم معاكي ويكون فيها تلزيقة بسيطة. في الخطوة دي بقى هنضيف الزبدة. حطيت 60 جرام من الزبدة. الزبدة تكون طرية عشان خاطر ما تغلبكيش، وقعد يعجني كويس قوي لحد ما الزبدة تختفي خالص. العجينة معايا طرية قوي، ممكن تكون بتلزق بسيط، هنغطيها كده وهنسيبها كده تتخمر وحجمها يتضاعف، ممكن ساعة، ممكن أقل، ممكن أكتر، حسب الجو اللي انت فيه. بعد ما عندي خمرة العجينة هبتدي أطلع منها الهواء، وهحط رش دقيق بسيطة خالص على الرخامة اللي أنا شغالة عليها، وهنبتدي نفرد العجينة. يعني انت ممكن تعملي الشكل اللي انت عايزاه، ممكن تخليها دواير زي ما انت عايزة. أنا هغير ايه في الشكل النهاردة شوية، فأنا هفردها على شكل مستطيل. انا عملتها سميكه شويه، لو انت خايفه من التسويه بتاعتها خليها ارفع من اللي انا عملتها دي. هساوي الجوانب بتاعتها كده عشان لما اجي اقطعها تبقى كلها سوي واحد. وهقطعها لي مستطيلات، يعني عملتها كده 4 مستطيلات طويله، وكل مستطيل هقطعه مثلثين بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لما اجي الف كل مثلث هقلبه على الناحية التانية عشان خاطر يطلع معايا الكرواسون مظبوط، يعني ما يبقاش فيه اي تعريجات او خطوط او اي حاجة. يعني انا بقلبه على الناحية التانية عشان يبقى مظبوط، وبحطه على مربع من ورق الزبدة، يعني ورقة زبدة كده قطعيها مربعات عشان يبقى سهل عليكي ان انت تحركيها لما تيجي تحمريها في الزيت. خلصتهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلتلكوا، لو حاسينها كبيرة أو سميكة خلوها أصغر شوية عشان تتأكدوا إن هي استوت معاكم من جوه. هسيبها تتخمر كمان. أنا سبتها ساعة الصراحة عشان الجو عندي ساقعة، فهي إيه كبرت كده وبقلظت. ما تسيبوهاش أكتر من كده عشان العجينة ما تتقطعش منكم. أهم حاجة بقى خطوة التسوية في الزيت. الزيت لازم يبقى غزير، يعني ما ينفعش كده الزيت يبقى شوية قليل. لازم يبقى الدونتس عايمة في الزيت كده، والحرارة تبقى أقل من المتوسط حاجة بسيطة عشان خاطر تتأكدي ان هي استوت معاكي كويس. يعني لما تيجي تحطي العجينه تتكون فقاقيع بسيطه جدا، ما تبقاش بتغلي. لو حسيتيها ان هي سخنه او الزيت حرارته عاليه، ممكن بس تطفي النار شويه لحد ما الزيت حرارته تقل شويه، وبعدين ترجعي تشغليه تاني. تقعدي تقلبيها بقى يمين وشمال كده لحد ما تاخد اللون الذهبي يكون مظبوط، وبنطلعها على مناديل المطبخ تصفي الزيت، وبعدين بقى تشليها. ممكن نحطها بقى في سكر وقرفه، ممكن نحشيها نوتيلا، مربى، كريمة الكاسترد. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. انا كنت عاملاها بطعم اللوتس، طعم الفوزدو، ممكن تسيبوها كده بطعم الفانيليا، براحتكم خالص، يعني براحتكم اللي انتوا عايزينه. تقدروا تعملوا افكار كتيرة جدا. انا حطيت فوق كده شوكولاتة بيضة على شوكولاتة بني. العجينة بقى مش عايزة اقول لكم هشة وخفيفة زي القطن، يعني تحفة جدا. هي مش محتاجة اي حشوات، طعمها مسكر زي ما قلت لكم، وممكن تتاكل زي ما هي كده او شوكولاتة من فوق، حاجات بسيطة خالص. شايفين بقى هفتحها لكم من جوه شكلها عامل ازاي. دي سادة، انا بس حطيت عليها بس شوكولاتة من فوق، هشة وجميلة وزي القطنة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. استنوني قريب في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.